النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجرة وعشان نتوه السكة شالت من ليالينا القمر عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه السكة شالت من ليالينا القمر وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها جانا نهار مقدرش يدفع مهرها يا هل ترى الليل الحزين طيب اصحى الكتاب جاهز يقدر ينسيها الصلاة أبو شمس بترش الحنين أبداً أبداً بلدنا النهار لسه بيلعبوا رياضة شباب بقى باي يا فريد يا ويكا نازل لك يا وحش انا جاي باي عمته يا توني بلاش النهارده عشان اول حصه بتوع صح كده نيم لسه فاتين صباح ما طلعتش ما عشان كده جول فينجر متاخر الطابور خمس دقايق الاتحاد الاشتراكي على النحو التالي السيد انور السادات امينا للجنه السياسيه السيد علي صبري امينا لشؤون التنظيم السيد عبد المحسن ابو نور امينا لشؤون الداخليه السيد ضياء الدين داوود للثقافه والاعلام السيد لبيب شطير للتنميه الاقتصاديه وقد شرح الرئيس عبد الناصر اسباب استبعاد وزراء اللجنه الدائمه وتفرغهم لاداره العدوان دكتور محمد حلمي مراد وزير التربية والتعليم يعلن ثورة على أسلوب التعليم التقليدي ويعلن أنه آن الأوان لتحسين حال المدرسين والتعليم الفني تخفيض سعر الأرز إلى 55 مليما للكيلو الأخبار العالمية ثوار فيتنام يكثفون هجومهم على القوات الأمريكية في سيفو الأخبار الفنية مصر تشترك في مهرجان تشقند السينمائي الدولي بفيلم البوسطجي من إخراج حسين كمال والأردن بفيلم الخروج 1967
الله، الوطن، بالأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كابتن ادم ما نعرفش ان هم تبعك.
بوسوا ايديهم. ايه ده؟ نعم بوسوا ايديهم. يا نهار اسود متشكرين اهو يا كابتن. ده احنا كنا هنوضبهم، ده عيال شكو موقع بس متشكرين. انا شفتك في النادي يا كابتن بتلعب ملاكمه، صدقني كنت احسن واحد بصراحه، كنت مثل الاعلى. انما دلوقتي مش يعني مش عارف. دفعه مدرسه يا كابتن؟ مصر الجديده. اكلمني انا قديم قوي، انا دفعه المناصر 6 سنين ثانوي. حلو قوي، انا اقدم يا حبيبي. معانا في مدرسه يا كابتن؟ 12 سنه خبره ثانويه عامه. لا تكسب يا كابتن. احنا رايحين سينما يا كابتن، ما تيجي معانا نعزمك، حلقة صداقة. ده فيلم حلو قوي كله مناظر. انا شبعان مناظر وما بحبش السيما الا في مصر الجديدة. هستناكم في جروب. عايزين حاجة؟ ايه بقى يا كابتن؟ هو احنا عيال؟ بس اوعى تمشي يا كابتن. لا مش همشي يا رجالة. حلو قوي. اهلا بيك في وطني. شفت مسك البت زالة؟ فالجر قوي. يخرب بيت جنين. ايه وعمل ايه؟ اتنيل انت، روح هتلاقي تذاكر لحسن التزويع تبوظ. امسك روح. ايه يا عدوك مالك في ايه؟ اوعى كل عطول. اوعى يا كابتن في حاجة ضاعت منك؟ لا، انتوا اتأخرتوا ليه؟ أما حتة فيلم فاتك نص عمرك. يعني كنا عملنا إيه بالنص التاني؟ يلا. على فين يا كابتن؟ نرجع مصر الجديدة. حاسس إني مخنوق هنا. أنا عايز أروح أشوف ستنا مريم في الزيتون. بيقولوا بتظهر كل يوم. يا عم الموضوع ده بالليل. هنروح فين لحد بالليل؟ تعالوا أغديكوا في البيت وأمر الله. هتيجي معانا يا كابتن مش كده؟ البيت؟ سخام البرد. مساء الخير يا نينا. مين معاك؟ دول طارق وفريد، واحد زميلنا تاني. قلنا نيجي نراجع دروسنا قبل ما نروح المجموعة. ده بعد إذنك طبعا. ساعة واحدة ما فيش غيرها عشان تروح تجيب أختك من عند خالتك سعاد. ماشي، اتفضلوا يا رجالة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. كلام بس آخر زمن. ده شكل تلميذ ده شكله مباحث. يا عم عامل لي فيها بورم وسوني ليستون وطلعت في الاخر عماد حمدي. مساء الخير يا نينا. يعني انت اللي جيمس بوند على ابو العرفه النهارده ب 50 راجل. حاتم يا سي حسن. حبيبي يا سمر. بحبك يا سمر. حاتم يا سي حسن. بحبك يا سمر. طيب يا بنت ايه التقصير ده؟ انا بحبك يا سي حسن. يخطى عليك. حبيبي يا سمر. أحبك يا سوسن.
هي ظهرت ولا لسه يا كابتن؟ دي تالت ليله ما شفتش حاجه. ابن خالتي شافها يوم الخميس، نور ظهر فوق هنا، قعدت تيجي نص ساعه تتكلم مع الناس. اصل ستنا مريم ظهرت اللي ما راحش القدس يشوفها السنه دي. عاوزين نعرف موشه ديانا هو يعمل فينا ايه عشان نبقى عاملين حسابنا المره الجايه. احترم نفسك يا استاذ. ايه وانا قلت حاجه غلط؟ انا عايشه فاكراني يا عذراء، من يوم ما سبت اسكندريه وجيت للدنيا الواسعه وانا على بابك انت والسيده زينب وكل اولاد ربنا وحبايبه. انا تعبانه قوي يا ام المسيح، عمري لا كفرت ولا اعترضت، مستحمله وصبره. احب الناس كلها حتى اللي بيكرهوني. انا مش ساذجه، لا انا فاهمه كل حاجه، بس مش قادره اغير نفسي. تعبت، قتلتني الوحده يا نصر، ما بقتش فاهمه حاجه. اشمعنى انا اللي فرحي معدوم وبختي قليل؟ عايزه اشوف دنايا اتاكد انها عايشه. ساعديني بحق طلعتك على الغلابه دول، وانا مستنياكي، مستنيه الاماره. فين يا ابو الكباتن؟ احنا نقعد نرسم طول الليل وانت تيجي تشيل على الجاهز. يلا يا شاطر، خد اخواتك وروح لامك، زمانها بتدور عليك. الله الله، ده كمان مش مؤدب. بلاش عشان خاطري. اهلا بيكوا في وطنكم. عايشة هنا لوحدك؟ ايوه، والليلة دي مفيش أي أسئلة تاني، فاهم؟ وأنا قلت مش عايز زفت. يا ابني لازم نطهر. اسمه إيه ده؟ ده لعب عيال، كلام فاضي. يا واد أنت يا جامد قوي. قرا يا أبلة، إحنا هنهزر. ماشي يا سيد الناس. إيه رأيك تخش تاخد دش؟ أظن دي بقى مفيهاش حاجة. آه، كده أهلاً بيكي في وطنك. أهلاً بيك. بس ما تنساش انك انت اللي ابتديت الغتات. دور عليك دور عليك دور يا اللي عيني شايفاك وبرضه بتدور. ايش ايش المايه اتقطعت؟ ايش 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 النور اتقطع؟ ايش ايش ايه ده؟ ايه ده؟ دم 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 الحقوني 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 الحقوني. ايش ايش؟ انا في البيت. دمي ايش ايش؟ دم دم. ما تخافش ما تخافش خلاص. امال في ايه؟ مفيش اي حاجه، بس حاسك عينك تعمل عليا فتك تاني.
اه يا مجنونه يا استاذ والله ما انا عاجبك. ده انت هايفه هيافه. دي متعتي الوحيده، بدفع فلوس كتير قوي عشان اجيب اللعب دي من امريكا. وعملتها في مين قبل كده؟ لا دي اول مره اجرب اللعبه دي. اه فهمت. ممكن ما تصدقنيش بس انت اول راجل يبات على السرير ده يا ولية. بكره هتعرف بس من غير اسئله عشان انا بكره الاسئله. ده انت وليه مجنونه؟ ايه ده؟ خلاص خلاص آخر مرة خلاص مش هعمل كده تاني. طيب بس لقيتك منفوخ عليا قوي فقلت يعني افشك شوية. الدنيا قاسية عليا قوي، خليك انت اللي حنية، خد عمري كله بشوية حنية. النهاردة عرفت ان ربنا عايزنا نتقابل وانك قادر ومكتوب لي. ظاهرة خطيرة، حصل انحلال، حصلت فوضى. هذه الفوضى لو تركت فسقط المجتمع كله. نعم وانهارت قواعده. يا خرابي خلاص يا حوش، عاملين لي رجالة؟ أنا عارف مين اللي محرككم، أنتم تنظيم شيوعي وانا هعرف ازاي اكتسكم من جذوركم يا كلاب. يا بيه مفيش داعي للشتيمه، ده ممنوع. انت اسمك ايه يا ولد؟ انا مش ولد. اسمك ايه انت؟ طارق حسن عبد الرحمن. كنت فين امبارح؟ زوغت مش كده؟ انا امبارح ما جاتش المدرسه من اصل. كنت مريض وملازم الفراش. في ناس شافوك امبارح وانت بتزوغ انت والفصل كله بعد طابور الصباح. تقول ايه في الكلام ده؟ اقول لا اله الا الله، المؤمن دايما منصاب. انت بتهرج معايا يا ولد؟ ادي دقني لو فلحتوا. انتوا مجموعه متنافره قذره. افتح ايدك يا ولد. بقول لك افتح ايدك يا ولد. والدته السيده عفه نظرت مدرسه مصر الجدع ده دايما بناتها فندم. وكمان الست والدتك مربية فاضلة؟ يبقى لازم ينضرب. اهبطهولي. الضرب ممنوع بقرار من وزير التعليم، حملوا المسؤولية يا بقى. واحنا حافظين كلام الرئيس كويس، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير. خلفوا بقى كلام الرئيس كمان، اكفروا. انتوا تنظيم شيوعي، انتوا مش عاوزين الوزارة، انتوا لازم يتبلغ عنكم للمباحث العامة. رفض اسبوع يا حوش، وان ما جاش اولياء امركم خلال يومين رفض نهائي. عصابه في المدرسه، عصابه. انتصرنا انتصرنا. ضربه كانت من معلم، خليت الناظر يسلم. ضربه كانت من معلم، خليت الناظر يسلم. ايه بقى على فين النهارده؟ سيما طبعا يا ابني، انت ما بتشبعش. انا المدام عاوزاك. يا نهار ابيض، فاتنة الصباح. طبعا دوش. وسيمة بقى نامت، يلا خليك حدق. ماشي يا عم، كل عطاك يعطينا. ربنا يخليك لينا يا رؤوف بيه. محل صغير كده على قدي، البضاعة لسه واصلة دلوقتي. متشكرة جدا، أنا مش عارفة أرد جمايلك إزاي. كتر خيرك. سلام. اهلا، انتوا بقى اصحاب ادهم؟ ايوه. واللي مشيتوا امبارح بعد الخناقه
كانش لينا مزاج. هو فين الكابتن ادهم؟ شقة 18، خشوا عليه بالراحة. احسن قلبه خفيف وبيتخض. مش عايزين سجاير؟ معانا. سايناش برضه نجرب الأجنبي. لم نفسك يا كابتن. صباحيه مبارك يا عريس. انتوا رحتوا فين امبارح؟ روحنا بيوتنا. هو احنا صيع؟ سيبناك يا عم، بقالنا سنه مش طايلين ضفرها وانت في مسافه يوم يعني. دواء انا بقى الاجنبي دي. هات سيجاره. هات يا حبيبي هات. ولعنا. انت جايبين السيجاره دي منين؟ عارفه انت عارف. نوسه صاحبتي الوحيده. قلت لها تعالي اعرفك على شلتي الجديده. ماشي. ماشي. بس بقى ما نزعلش من الحركات دي. تبقي تستحملي بقى المقالب بتاعتنا ها؟ ماشي. اتبسطت امبارح يا جماعه كان زي العسل. بس يا خساره اترفدت النهارده. ده احنا متراقبين بقى يا جدعان. انا ما صدقتش ادهم امبارح لما قال ان اول مره تتقابلوا امبارح. شكلكم في المترو زي الاخوات بالظبط. اعمل لك سندوتش؟ لا مرسي انا افطر. طب كوبايه عصير؟ مرسي برضو. ومين بقى اللي رفدكم يا حلوين؟ جولد فينجر ناظر المدرسه. يبقى لازم يتقدم. ده راجل غلبان معروفه ديته، واللي تعرف ديته قتل. وديته ايه بقى حكيم الزمان؟ النسوان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. تحبوا تشربوا ايه؟ لا ولا حاجه ميرسي قوي. انا تحت امر حضرتك يا فندم. ايه راي حضرتك تجربي البودنج؟ ايه؟ البودنج. سعد. يا فندم. اربع بودنج وصل الاستاذ قب عليهم. حاضر يا فندم. اصل انا انشات هنا في المدرسه مشروع صغير كده. جمعيه تعاونيه مدرسيه يشترك فيها الطلبه بمبالغ رمزية. هم يستغلوا وقت فراغهم في الفسحة يعملوا بودنج، سندوتشات، مربى وتباع للطلبة بأسعار رمزية وتحقق لهم ربح في آخر السنة. أول واحد بيخلق نوع من الروابط الاجتماعية والاهتمامات اللي بتنمي روح الاشتراكية عندهم وتنفعهم لما يخرجوا للمجتمع. أنا والهانم والبيئة أولياء أمور طلب التالتة عاشر. سعادتك اوعى تقول المرفوضين. هما بانوا. دول شياطين يا فندم. بس احب اطمن سيادتك اننا ما بناخدش الاجراء ده الا بعد نفاس الصبر، لاننا من واجبنا اننا نبصر اولياء الامور باحوال ابنائهم. يلا بينا يا محمد باشا. وانا غلطت في حاجه يا فندم؟ لا، اصل الهانم والباشا عصبيين جدا. حضرتك راجل تربوي وعارف مسؤولياتنا كاولياء امور. يعني أنا عايزاك تسامحهم المرة دي وأوعدك حمالة سودانه. دول زي ولادك برضو مش كده؟ خاطر زيارة حضرتك ده غالي عليا قوي، وأنا هحاول بنفسي أصلح أمر الفصل ده وأرجو إن محمد بيه ما يكونش زعلان والهانم كمان. لا ده إحنا شاكرين أفضالك طبعا. اتفضلي البودنج يا فندم. يا ترى الأولاد ممكن يجوا المدرسة من بكرة؟ من النهاردة لو تحب يا فندم. اتفضل دوق البودنج. يا جنان.
تشربي؟ لا ميرسي ما بشربش. سيجارة؟ لا لا ميرسي ما بشربش. ما بدخنش. انتي اشتغلي ايه؟ تليفونست. تليفونست؟ مرة تعرفتي على ايش ازاي؟ ابدا، كانت زبونة عندي، كانت دايما تيجي تطلب اسكندرية، وبعدين اتعرفت عليها واشتغلت عندها في المحل، صاحبها. تحبيها؟ قوي، دي هي الوحيدة اللي ليا في الدنيا. ليه بس الكلام ده؟ احنا جنبك اهو. لا لا يعني انا ما اقصدش، انا ما بعرفش اتكلم، دايما بخاف اغلط. وماله الغلط؟ ما هو الغلط جميل. اتفضل تعالي نقعد جوه شويه. نقعد جوه فين؟ نقعد جوه، ما احنا كنا قاعدين جوه. ما تعالي. تعال تفضل. احنا هنعمل ايه هنا؟ ها؟ هنعمل هنا ايه؟ يعني مالها مسددة من كل ناحية، باين عليك عامل عاملة مهببة احنا ما نعرفهاش. بقول لكم ايه يا جماعة، انا تعبانة جدا النهاردة، خلوها لبكرة. مش عارف. حر. بقى يا ابو علي اخر نكتة. ابيح ابيح، انت شايفنا في يونكات قدامك، قول في ايه. طب ايه المشكلة؟ هي مش ايش ايش صاحبتك؟ ايه الحظ الزفت ده يا رب، انا ما اعش غير في المعقدين. بتعمل ايه هنا؟ ولا حاجة. ورايح فين؟ خارج. في ساعة زي دي؟ هو بيشتغل ايه؟ ظبط. يا ساتر. يا ولية بلاش فضايح، ده أمن دولة وأنت خطر على الدولة. يعني هما بيميزوا قوي. السهرة النهاردة كانت جميلة خالص. يا شيخ. اخواتك بقى. دول ولاد هو، بهوات زيه. بقول لك ايه، اسئلتك كتيرة قوي. يلا. بتحبني؟ ما بتحبنيش. بتحبني؟ ما بتحبنيش. بتحبني؟ ما بتحبنيش. بتحبني؟ ما بتحبنيش. بتحبني؟ بتبصي لي كده ليه؟ عايزك ترجع المدرسة وتكمل، وتبقى أهم راجل في الدنيا. وأنا كده مش عاجبك ولا إيه؟ يا بيه ما ينفعش كده. ينفع، ولو الراجل خد النمر.
ايوه يا ابني، وانا اعمل لك ايه؟ انت مش بتقدم ثانويه منازل؟ بس بابا رايه ان احضر الفصل عشان استفيد اكتر. طب انا هبقى اتصل بيه. يعني اروح اقول له ان حضرتك مش موافق؟ يا ابني هكلمه نمر تليفونه عندك. هو مسافر بره بياخد كورس تعذيب، هتكلمه هناك؟ لا مش هكلمه هناك. انا شفتك فين قبل كده. يعني امشي بيه؟ استنى. الفصل ده بايظ بايظ. استناني بره شويه. حاضر بيه. إن حرية رغيف الخبز ضمان لابد منه لحرية تذكرة الانتخابات. إن هذه الأزمة العنيفة فتحت أمام سلطات الأسرة المالكة أبواباً جاهد النضال الشعب طويلاً لكي يسدها. لكن انتكاسة الثورة شجعت الأسرة المالكة على تجاوز كل الحدود، وفي جو الأزمة لم يعد الدستور الذي رضيت به القيادات الثورية منح من الدخيل. يا ابني انا معايا المجلة دي عشان افهمها. خليك جدع بقى وسلفها لي النهارده. ما اقدرش انا كمان سلفها، لازم ارجعها النهارده. هات بقى. جدع خليك راجل، يقول لك هيصورها ويرجعها لك، نستفيد كلنا. فاكر لما ما رضيتش تسلف لي مذكرات ايفا؟ يا انت قلبك اسود بشكل، لسه فاكر؟ طب هجيبها لك بكره مع الملحق بتاعها. خلاص يبقى تاخدها بكره، سلم وتستلم. ماشي يا سكومو. ماشي يا سكومو. امام سلطة القصر. قيام! فلوس فلوس! الله الله! نايم يا فالح! أنا عمري ما شفتك إلا يا نايم يا بتاكل! سنة الحياة بين! اخلصوا يا مجموعة متنفرة وسخة! وأنت يا أستاذ! إزاي مش منتبه للي نايم في الفصل بتاعك؟ يا أستاذ! يا أستاذ ده 100 تلميذ فوق بعض! فاضل على امتحانكم مدة بسيطة! وانا جايب لكم ضيف هيحضر معاكم الدروس لاخر العام، تلميذ فاضل من اسره فاضله. اتفضل يا ابني، ارجو انكم تعملوه كويس في مكان ورا اقعد فيه. يلا ركز يا استاذ ركز. ركز اكتر من كده بس. ها كنا بنقول ايه عبقري زمانكم وانتهى الامر. الله ايش مش موجود، غريب. يمكن راح تجيب بضاعه. لا 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 انا لاحظت كل مره العربيه دي بتبقى هنا ايش بتقفل. قصدك ايه؟ مش قصدي حاجه. خلاص يا كابتن العيال بتتفرج علينا. تعالى يا كابتن، ده مسيو حمدي ده راجل زي العسل. وبعدين احنا مش قلنا نركز عشان ننجح؟ مجموعة الفرنساوي دي هايلة وببلاش تقريبا. خلاص بقى يا كابتن، أنا آسف. يلا بقى عشان نغير الجو. ولا يهمك يا فريد. أنا نسيت خلاص. يلا بينا. هي! أدهم لبس! يا يا عي! يا يا عي! معقولة؟ ثواني أفتح الباب. اهلا، اتاخرتوا ليه؟ حمدي مستنيكي من بدري. قالوا لا. لا يا شيخ. ايه يا كباتن؟ انا عايز اعرف مين التلميذ ومين الاستاذ بقى في المجموعه دي. ايه ساعتين وانا مستني؟ معانا زميل جديد يا مستر حمدي، هيحضر معانا المجموعه بعد اذنك. اه طبعا طبعا، انت محتاجه اذن. استنى، انت مش حمدي عبد العزيز الديب؟ معقوله؟ ازيك يا ادهم؟ ازيك يا حمدي؟ على فكرة ده كان أهدى تلميذ في المدرسة. أدهم أدهم ده كان لازم في الحضانة. يا سلام يا زمن. ازيك يا أدهم؟ ازيك يا حمدي؟ اتفضل اتفضل. طيب باي باي دلوقتي. باي. اتفضل. ميرسي مدام. أنا مش مدام. مش مدام ازاي يعني؟ اصبر يا فتك، دي موجة توأم فتنة مراتي. جات النهارده من المنصورة وهتبقى زميلكوا في المجموعة. مش تقولي كده يا شيخ من الأول. اتفضلي اتفضلي. بتدرسي شانسون؟
الفيلي بارون دون ووتري. والله زمان. ازيك يا حمدي؟ زي ما انت شايف. انت اخبارك ايه؟ مفيش اخبار. المساله ملطشه معايا قوي يا ابو حمدي. اتخرجت منين؟ انا سبت المدرسه بعد ما انت مشيت. كل اصحابي مشوا. لقيت نفسي لوحدي فلسعت. وما فلسعت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي يعني؟ بعمل اي حاجه. فلوس ونسوان وخمر، اي حاجه. ايه الشهادات يعني؟ على رايك. بس تعرف بقولك ايه، مش عايزين نبتدي مواعظ. مش مساله مواعظ. انا رايي انك وانت يعني عملت ايه؟ حته مدرس فرنساوي خيبان بتدي دروس لشويه عيال عشان تعيش. شاكرين قوي. ما تزعلش مني يا حمدي، انا داخل مودي وحش قوي من الاول، وانت عارف دخلتلي في مواضيع كده. بس البيرة دي طازة قوي. في صحتك. في صحتك. انت تعرفت على الولاد دول فين؟ انا عارف دول كمان طلعوا لي منين. بقول لك يا سكوما، سيبنا لك البت التانية نوسة دي. بت معقدة. الله، احنا مالنا؟ انت اللي مش عارف. طب اشمعنى انت يا جيمس بوند؟ ما فريد لكش دعوة بيا، دي مش تيبي. على فكرة احنا اتأخرنا قوي. بيني وبين كل واحد مالوش نفس يروح. تيجوا نصيع لغاية الصبح. يا ريت. الساعة لسه ما جاتش 12، كنت في مجموعة الفرنساوي. فرنساوي؟ امشي يا واد، أنا ما عندوش أي وقت أسهر وش الفجر. وش الفجر إيه بس؟ أنتوا اللي بتناموا بدري، افتحي بقى بلاش فضايح. أنت اللي بتاع الفضايح يا صايع يا ضايع يا باي يا بتاع السكك. امشي يا واد بس روح ما كنت. من بدري. كمان بتكسب عليا. كنت فين؟ في مجموعة الفرنساوي. سواريه كده؟ مين المدرس بتاعك ده؟ أنا عمري ما سمعت عن حاجة كده. وكمان سايب مذاكرتك وعمال تعمل الكلام الفاضي ده. بتعمل إيه؟ الله، بدل ما تعمل صورة لباباك، اقعد معاه شوية. أنت عارف هو تعبان قد إيه؟ وبعدين هو زعلان منك قوي. ليه؟ ما الراجل فتح لي الباب وآخر حلاوة. إيه طريقة الكلام دي يا ولد؟ بابا يبقى الراجل. ايه ده؟ انا هموت وانا برضو حاسه ان انا ما اديتش رسالتي. والله بقت مشكلتي. مشكلتي؟ كلكم كده، في البيت، في المدرسه، في الشارع. انت قاعد معانا، انما دول لازم يروحوا بكره الصبح. اصل انا جيل بلا مسؤوليه. يا ابني انت ناس اللي عندك ثانويه عامه، ولا عايز تسقط زي الصيع اللي انت ماشي معاهم دول؟ مالكش دعوه بالصلاه. وكمان شارب خمره، كمان شارب خمره. بوظت الواد ده ليه؟ يبوظ الصيع، يبوظ الصيع اللي شيلك عليه. تعقدوا. انت اللي هتعلمينا يا رب ابني ازاي؟ على الاقل بديله شويه الحنايه اللي اتحرم منها من يوم ما امه ماتت تقصى عمر. انا الحاج عليا اللي سايبك تدوري مع عيال من دور عيالك في النوادي. انت فاهمه ان رمزي هيطلقك بالمسخره اللي انت بتعمليها دي؟ من بكره، من بكره هخلي زكي يرجعك المنيا يشوفوا لي الصفحه معاهم. الانتحار احسن من العذاب اللي احنا عايشين فيه ده. كل اللي بيقول فيها زي كده واكتر. فوت، انا بقول عليك عاقل. على فكره مها كانت عايزه تشوفك. ليه؟ ليه؟ في ايه يا فيري؟ انت مخبي عليا حاجه؟ قول لي، انا مش صغير. مفيش حاجه يا مريم، صدقيني. كل حكايه انا تعبان شويه. احنا مالناش الا بعد الفيلم. مالك قاعد كده ليه؟ مفيش وحشتيني؟ كنت فين؟ امتى؟ الظهر
عربية مين اللي كانت قدام المحل؟ ما مالي ومال العربيات؟ كنت فين يا طارق؟ أحبك. رد عليا يا عائشة. كنت بجيب بضاعة يا سيد الناس. إحنا مش اتفقنا إن مفيش أسئلة؟ أنا كنت سألتك؟ أنا راجل. وأنا إيش؟ تعال. تعال عايزة أوريك حاجة. الأوضة دي عملها لي مهندس كنت أعرفه. معزولة، الصوت مش ممكن يطلع بره. ايه رأيك؟ عبط طبعا. بذمتك ما انتش عايز تصرخ؟ متهيألي كل واحد بيجيله وقت يبقى عايز يصرخ فيه. أمي مثلا كانت تقعد تصرخ على كوباية اتكسرت نص ساعة. تفتكر الموضوع هو كوباية؟ كبت يا ابني، كبت. عايزة اتفرغ، أنا عايزة أصرخ. تصرخ؟ بس يا مجنونة. أنا اللي مجنونة؟ وأنت اللي عاقل قوي؟ ابن ناس، وإخواتك بهوات، وأبوك باشا كبير قد الدنيا، ونازل تلطش في البني آدمين وتسرق من الشوارع، هو ده مش جنان؟ يا ابني إحنا كلنا مجانين، كلنا مجانين. الجماعة كلهم هنا من بدري. ممكن اتكلم معاك كلمة؟ ايوه طبعا. اصلي لاحظت المرة اللي فاتت انك يعني مركزة عليا شوية. مركزة ازاي يعني؟ معلش انا ما بعرفش اتكلم زي طارق، هو فاشل بيسقط كتير بتاع بنات. انا بقى هنجح واخش الطيران كلها سنتين وقبض 90 جنيه. وبعدين؟ وبعدين ازاي يعني؟ يا موجة انا المرة اللي فاتت متلخبط، جمالك بهدلني. بس لو توعديني انك تستنيني يعني شويه. استنى ايه؟ خيبتك؟ عمال لي فيها الام دلو؟ سماح المره دي يا مسيح حمدي. اتفضل يا روميو، ما كانتش الحكايه دي توديك في داهيه. سوري مسيو حمدي، قصدي اكسكيوزو مو.
اهبل. أنا بنت المياه المالحة. في كوم الدكة الناس هناك قريبين من بعض، تحسهم وتلمسهم، وعيت لقيت نفسي وسطهم زيهم. ولما كبرت شوية حسيت بحاجات غريبة في عيون الناس، خوفوني من جسمي ومن شكلي. استنيت إن واحد منهم يحبني وأحبه واتستر معاه زي أي واحد، بس كلهم كان يجوا عند حتة الجواز ويفلسعوا. أمي ما كانتش بتفوق أبدا، وجوزها ما كانش هنا خالص. فمرة قابلت واحد يوناني ولا أرماني مش فاكرة، يعني فرحت بالمبلغ اللي خدته، اديت نصه لأمي خدته. ما كانتش فايقة تسألني جبته منين، ولا يمكن كانت فايقة وطنشت. طول عمرها كانت مستخسراني في الحارة، كانت تقولي إن أبوكي كان خواجة بحار إنجليزي. مرة تانية كانت تقولي إن اسمه مكتوب في بطاقتي، لحد دلوقتي عمري ما عرفت هو مين. كان نفسي حد يمنعني من السكة دي، يضربني يفوقني يمنعني والسلام. لا تعيشني اكمل لك، لو تعصبت عليا بقى هديك بايه؟ يلا نتمشى. تفرج. ايوه يا ادهم بيه، خد. انا غير يا ادهم بيه والله. ليه انا ليا مزاج ادفع اليومين دول؟ ماشي يا بيه، عشان خاطر مزاجك بس وبقد العيل اللي هناك. العبايه يا بيه. ادهم بلاش عشان خاطر. استنيني هناك شوية، هوريكي شوية من جنوني. يا كباتن، ليكوا شوق؟ قوي يا ابو الكباتن. تفتح مخوكوا. بكام؟ احنا التلاتة 15 جنيه. ماشي يا كابتن. عندكم مكان؟ ملوش لازم المكان، في العربية. واحد واحد. واحد واحد؟ ثواني. يلا قبضنا مقدم كده يا ادهم. مش شغلتك؟ حد كسف من شغله؟ على الاقل ولاد بلدنا اولى من الاجانب. ماشي يا ادهم. على غفله. ماشي، فيش مش تتكرر. وعمتك؟ عمتك صاحبتي قوي، حتى لو عدت باين مفيش حد بيقدر يدخل اوضتي اصلا. هنشوف. ما بقتش اقدر اتكلم عنك خالص.
One, two, walk and start. Y en la suavidad tus ojos a mirar reflejan ansiedad. Cuando yo veo temblar tus manos de emoción. Cuando con suave voz. She's your fine looking man. She's something else. خليك جدع بقى وسيبنا نرقص مع موجه شويه. احنا مش اتفقنا؟ تاتو احنا كده هنخسر بعض. يا اخوانا عيب. ابقى انا اللي دافع واقعد لتظانه كده الرحمه مش كده؟ على 3 جنيه ونص اللي انت دافعهم مش عامل لي فيها بره ممكن تقدر تعلق اي بنت؟ يلا ورينا اشطرت. مفيش ولا واحده جايه لوحدها، اعمل ايه يعني؟ وبعدين دي رقصه فصل، ما تخافش. فصل ازاي يعني؟ يعني ما فيهاش اللزقه المهببه اللي انت كنت لازقها دي. بس بأدبك. عيب يا جدع، بأدبي والله. طيب شوف. يمكن هي ما توافقش. لا من حد الطمن. برمجة تاني؟ لا لا خلاص خلاص. Niña, dejaste ser, volviéndote mujer. Cuando tú sientes ya la sensación de amar, cuando tú suspirar, en grito hará acabar. Soy yo quien dice no, y tú quien dice sí. Omi Hassan, ¿rus معي? Omi Bali, ¿ana okay? Ba ma, entina galt. انا مش متضايق ولا حاجه، انا بس زعلان ان انا طلعت في موقف. مفيش حاجه عادي. وبعدين البنت دي من الاول مش عجباني. مفيش حاجه عادي. اجري ولفي من الشارع اللي جاي وروحها على طول. ايه في ايه؟ بقول لك اجري اجري. بس 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 اهلا بيكم في وطنكم. هو ده اشرب بيه؟ ايوه سيادتك. والبت كانت معاه. مالناش دعوه بالبت، يلا. هو اشرف بيه ده رئيسك في الشغل؟ اخرس يا ابني. مش حلو ده يا باشا، صدقني مش حلو. يلا يلا. وما في يلا مش لما تخلص اللي في ايدك. شرب حاجه انا شويه كبيره يعني. لازم زباينكم يكونوا نكديين فهي لما الواحد يجي لكم مبسوط شويه. ماشي دلوقتي هنوريك الانبساط على اصول. مين البنت اللي كانت معاك؟ مالكش دعوه. رد بقى ادب يا ابو جلد. الانا اللي فات هيكلفك كتير قوي، انما اللي جاي مستقبلك كله هيضيع. ايه يا ادهم مش مكفيك مصر الجديده؟ احنا قصينا يا بيه. انا عايز حق ابيه من الواد ده ومن الظابط يا بيه. اهو ولو انا مش هسيبه لو وصلت للوزاره. اهلا بيك في وطنك. اي خدمه يا فندم؟ انا عايز عمر القسم. بخصوص ايه يا فندم؟ بخصوص الاستاذ ادهم. سلام. ممكن اعرف بقى مين سيادتك؟ دلوقتي هتعرف، اتفضل. ادهم لبس يطلعه من السجن واحد من دول؟ بس جايبه لي رفيقي طلعني من السجن يا عائشه. ده موظف التاني اكبر من انه يجي لحد هنا وما كانش ممكن اسيبك. انا ما طلبتش منك حاجه ومش عايز حاجه من مره. انا راجل. بلاش فضايح تعالى نتكلم في البيت. اي بيت؟ انا وبيه فيهم اللي بيدفع لك اجرته. لا يا اخي ادهم انا شقيت وتعبت وطفحت الدم لحد ما عملت البيت دهوت عشان اتستر فيه، وانت الراجل الوحيد اللي دخل اوضتي. ده كله عشان حبيتك. عايز ايه؟ عايز ابوك هو اللي يخرجك كل مره؟ هي دي جدعانة؟ هي دي البطولة؟ عامل لي فيها بطل؟ بطل غصب عنك وعن ابويا وعن الدنيا كلها، بطل غصب عنك. ده رسم تخطيطي للجهاز التناسلي للأنثى.
يبدأ بال قصير ايه؟ في ايه يا شوية زيع؟ في ايه؟ أنا كنت ضد تدريس الحاجات دي ليكم لأنكم شوية مراهقين، بس قلنا ندرس لكم حاجة بطريقة علمية عشان تنفع مستقبلكم بدل اللجوء لطرق خبيثة وشريرة. ليه يا بيه احنا عملنا حاجة؟ ما احنا قاعدين ساكتين اهو عشان نفهم. كمل كمل يا بيه، ربنا معاك. ايدك يا بيه بلاش، شيل النعم. احنا خلاص هنقعد زي الكراسي مش كده يا جلب؟ يعني الكرم اللي فيهم امشي اقعد يا جلب. اقعد، مش عايز اسمع نفس حد فيكم. ورحمة امي لو سمعت نفس حد فيكم انا هكمل الحصة. وانت يا ده تخيل بالذات بطل لعبة في اللي جنبك واسمعني، فاهم؟ هنضحك تاني؟ زي ما انتوا شايفين الجهاز عبارة عن رحم، رباط الرحم، رباط المبيض قصدي، القناة الرحمية، قمع الرباط العريض الحالب، عنق الرحم مبيض، ودي قناة فالوب اللي بتصل اليها البويضة المخصبة، حالب شريان رحمي. لا انا والده. انت مين؟ انت مين؟ انت مين يا ولد؟ انت هو مالوش صحاب غيركم تشوفوه عندهم؟ ما اعرفش. ممكن تعملي لي خدمه؟ طبعا يا فريد. هطلب نمره اللي يرد عليكي واللي له عايزه تكلمها، قولي انك واحده صاحبتي. من فضلك ممكن اكلم معها؟ قولي لها ان انا انت وانا صاحبه. اهلا كان يلزمنا في الشركه. اهلا وسهلا. ايوه ايوه ما مش مهم انا مين، خدي كلمي فريد. ايوه ما ايه الاخبار؟ مش معنى انطوانيت يعني؟ هي مش مسيحيه تبقى صاحبتها اسمها انطوانيت؟ هتكون ايه يعني؟ ايه البرمجه دي؟ امال اللي يعني مين؟ ايه الله، ده انت قلبك اسود قوي. اظن بقى مفيش بعد كده، تبقى حمار لو ما خلصتش موضوع. لا يا مها اوعي تعملي حاجه، اهدي بس، كل حاجه وليها حل. اهدي، هجيلك المدرسه بعد نص ساعه. مع السلامه. تاتو تعالى معايا مشوار دلوقتي يا فري. تعالى، موضوع مهم جدا مش عارف افكر فيه. لو ما استغلتش الفرصة أنا مش مسؤول، أنا بقدرش على نفسي وانت عارف. تورينا شطارتك يا فاتك. يلا فاتك. يخرب عقلك يا فاري، من امتى الموضوع ده؟ يالا من شهرين. دبرني يا تاتو، ما عايزة تنتحر. ودي فيها تدبير، دي مصيبة. هي جاية دلوقتي؟ واختك مراية ما تعرفش تشوف حل؟ مراية انا بحمد ربنا ان هما مش مع بعض السنه دي كانت تبقى كارثه لو باشا من خبر. ما هو صعيد اخر. هي جت، هي اختك طالعه كده لمين؟ طالعه كده لمين؟ والله لو ما سكتش هجوزها لك. كمان على ايه؟ على ايه ليه؟ ما هذا الامر. هاي يا تاتا. ازيك يا فاري؟ ازيك يا مراية؟ انت جاي تشوف ما ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. عايزك تستني مهلا لما تطلع وخليكي مع تاتا لحد ما يمشي. شوف ابونا عجمي وارجع على طول. اوعي تخليها تمشي. ها حاضر. استنى انا مال انا بالموضوع ده؟ راجل خليه جالع شويه، انت عمرك ما نمت على راجل قبل. خلي بالك منه يا مرايه. افيك بليزيو.
شوفي يا رشا، اشتغلي على الفاضيز وشوفي الوتر اتظبط ولا لا. يلا تعالى. انا هعتبر كل الكلام اللي انت قلته اعتراف، وهطلب لك انت وهي المغفره، لكن اكتر من كده يا فريد ما اقدرش اعمل لك حاجه. يا ابونا البنت عايزه تموت نفسها. كل الذنوب مغفوره الا قتل النفس. الوصايا بتقول لا تقتل، ومن قتل يستوجب الحكم. يعني مفيش طريقه نخلص فيها من الموضوع دوت؟ اعوذ بالله، انت جاي تشركني في قتل نفس تانيه؟ قول لي مين هي وانا اسعى لزواج يباركه الرب. ما اقدرش يا ابونا، احنا لسه تلامذه، عيال في رايهم، وبعدين دول اهلها صعايده يقتلوها. الدنيا مش فوضى يا ولد، زواج مبكر مبارك خير من جريمة في حق الناس والمسيح. صفا يا ريت الناس كلها زيك يا ابونا، كان الدنيا بقى لها طعم تاني. الضباط كلموني امبارح، كل واحد منهم حاول يفهمني انه عمل لي خدمه كبيره قوي. انا ما طلبتش حاجه وما جبت سيرتك خالص. وحكايه المومس دي اللي انت ماشي معاها، فاكرني مش مراقبك وعارف عنك كل حاجه. يا اخي روح راقب اليهود، متشطرين علينا قوي. تقول ايه؟ ما بقولش حاجه، انا هتجوزها. مين؟ هتجوزها. كل اللي بينا كوم، وانك تمس شعره منها ده كوم تاني. تتجوز مومس عشان تنتقم مني؟ فاكرها شطاره؟ بوظت نفسك في المدرسه عشان كنت عايزك تطلع الاول. صرت في الشوارع عشان كان نفسي اشوفك راجل محترم من قلبه هدومك. عايز اكتر من كده ايه؟ ها؟ عايز تحط مناخير في الارض قدام زمايلي وعيله مراتي تثبت لهم انك ولد فاسد جاي من ام اوعى تجيب سيره امي. اذا كان فيك حاجه واحده صح يبقى جوازك منها. بقى كله طز. احنا هنفضل قاعدين كده وسايبين ايش في الحاله اللي هي فيها دي؟ يعني هنعملها ايه؟ ننزل ندور عليه ونجيبه من تحت تقطيق الارض. انا مش فاهم ايه الفلاحه اللي هبت عليكي فجاه دي؟ هو انت ما تبقيش جدعه الا في المصايب؟ وانت ما تعملش حاجه لوجه الله ابدا؟ وانت كمان عرفتي الموضوع ده؟ انكشفت يا تاتا، بنايه من قاعده واحده جابت قرارك. يا ابني لا هي ولا الف زيها، غش بس الظروف. تقول لي يا كابتن؟ ده اسمه ملح يا كابتن، ما هونش الا على ولاد الحرام. انا ابن حرام يا سيدي. يا جدع. ومش عايز اعرفك. ماشي. بس فالحة اتهرجي، ورينا بقى شطارتك. يا لهوي، الحقوني الحقوني، اوعى سيبني ابعد عني. عارف لو ما رجعتش معانا القشقش دلوقتي انا هصوت وهقول انك حاولت تغتصبني وهلبسك قضيه. انت لازم تطلعي مجنونه. اشمعنى انت يعني؟ والختمة الشريفة ما انا سايباك. والختمة الشريفة؟ الحقوني الحقوني. الصحوبية دي غلط من الأول. أنتوا عيال متربية. إيه اللي هيلموكوا على واحد زيي؟ عبط. فرحانين بالجو والنسوان. من هنا على بيتكوا عدل. تشوفوا مذاكرتكم وتنسونا أنا وقشقش خالص. هنعرفك كويس يا كابتن، أنت روبن هود. يا أخويا. أنت مش حرامي يا كابتن. بدل بتسرق من الحرامية وتدي الغلابة تبقى مش حرامي، تبقى بطل. بلاش نبض أنت وهو. أنا بعد القاضي وصايع. وإحنا بنحبك زي ما أنت. وأنا ما بحبش حد. بالسلامة. يا غنى يا غنى يا تاتو، احنا في
حلم؟ ربنا يستر. ازيك يا ادهم؟ شهرين ما اشوفكش. وحشاني يا زوز والله. معلش ظروف. ايه اخبار روماتيزم معاك؟ مفيش فايده. بيقولوا انهم لقوا دواء كويس قوي بره. هيبقى جوز اختي يجيبهولي معاه في الاجازه. خلاص ما عدتش قادره اتحرك يا ادهم. الف سلام عليك. زوزو زوزو يبقى هات البنات لحم. ليه كده يا ادهم؟ الفلوس موجوده والحمد لله يا اخويا. معلش هم اصحابي يخلصوا اقول لهم يروحوا البيت وانا اشوفهم الصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب. طول عمري ما بعرفش أتكلم. لما كنت صغير اتأخرت في الكلام. كلهم كانوا فاكرين نخرس. أختي سلوى الأصغر مني هي اللي علمتني الكلام. أنا مش فاكر وش أمي. أختي سلوى كانت بتروح معايا المدرسة وتعمل لي سندوتشات، وهي اللي فهمتني لإخواتي التانيين بيكرهونا عشان أمهم غير أمنا. أمي كانت حلوة أوي زي القمر. أبويا حبها بجنون واتجوزها، ولما عرفت قالت مراته، قالت له طلقها. ما قدرش عليهم طلقها. عيت وماتت في المستشفى، هو ما كانش موجود. امي كانت رقاصه، سابت كل حاجه عشانه. هو ما حبش يخسر حاجه ابدا. سلوى كانت زي، كانت تستحمله لما يضربها، تقعد تضحك في وشه لحد ما يهدى. لكن سلوى ماتت. طفلة عمرها 16 سنة تروح كده، وبرضه هو ما كانش موجود. ساعتها حسيت إني بكرهه. ومفيش داعي أبقى بني آدم. أحسن أبقى ديب وحش عشان أعيش في وسط ناس بتكرهني من غير سبب، أو يمكن بسبب أمي اللي هي أشرف منهم كلهم. تتجوزيني يا عائشة؟ أنا آسف يا كابتن أدهم، ما عرفتش أروح فين في الوقت ده. فكرت في إيش؟ خير يا فري؟ في إيه؟ مها معايا تحت، بقالي ساعتين عمال ألف، خدت العربية من غير ما بابا يعرف. مها عمالة تعيط ومنهارة ومش عايزة تروح وعايزة تموت نفسها. مها مين يا ابني؟ هتكون مين يعني؟ قولي بس فهمني ايه الحكايه. ما حامل. انت متاكد انك انت السبب؟ طبعا فكرة زيك. تضربني يا كابتن ولو ما تاسفتش بعد ثانيه هقتلك، فاهم؟ بس بس عشان خاطري انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه. انا متاسفه. خد من ده. فضلي حالك ما تخافيش. معلش الاوضه مكركبه، وضب اي حاجه عشان تعرف تقعد. ايوه الشيزلونج ده. تعالي تعالي حاجة. قولي لي بقى اسم من صاحباتك. ها ما عندهاش تليفون. ليه؟ مالكيش دعوه، بس قولي قولي. ماجده. ماجده مامتها عايشه؟ اي طيب.
نمرة بيتكم كام بقى؟ قولي بسرعة. هتعملي ايه؟ مالكيش دعوة بس ما تخافيش، قولي لي نمرة بيتكم كام؟ 8 ايوه 7 4 ايوه 2 2 2. مامتك اسمها ايه بسرعة؟ نشوى. الو مدام نشوى؟ ايوه يا فندم، انا مامة ماجدة صاحبة مها. اهلا وسهلا بيكي، انا متاسفه قوي اخرت مها عليكي النهارده، بس انت عارفه بنتي خايبه قوي ومها شطوره فبتساعدها في المذاكره. ممكن اوصلها لحضرتك بكره بعد الظهر تخليها تبات مع بنتي النهارده؟ ميرسي قوي يا فندم، ميرسي. طبعا نتعرف على بعض، الا دي ده شرف ليا. عايزه تكلمي مها؟ دقيقه واحده حالا، دقيقه واحده. ميرسي قوي يا مها. الو ايوه يا مامي. لا انا كويسه. حاضر اوكي باي. يلا يا حبيبي طرقنا، روح على امك عشان ما تتخضش عليك، فوت علينا بكره بعد الظهر ان شاء الله بعد المدرسه. طب اعرف بس هتعملي ايه؟ ما تخافش عليها دي اختي الصغيره. يلا يا حبيبي اتكل على الله. فريد ايه؟ ما تسيبنيش. ده نموذج من البندقية الأنفلت 62x54 صناعة هندية. البندقية بها نشنكان أمامي ونشنكان خلفي. النشنكان الخلفي عبارة عن مسطرة مدرجة من 100 متر إلى 1000 متر. البندقية بها ماسورة، الماسورة مبطنة من الداخل بمادة الكروم زائد عدد 6 شخشنة لتحميها من الصدأ. البندقية لها مرمى مؤثر 100 متر، المرمى الكلي 1000 متر، قطر البندقية 1 سم أي 1 سنتيمتر. البندقية عبارة عن عيار 7 2 7 62 4. صلى أنا أسمع حسون. أسف دي عند الست أمك يا بابا. ذنبين يا طالب، الذنب الأول النوم في الميدان، يعني لو جه عسكري إسرائيلي حدف قنبلة ذرية عورت إخواتك، هتعمل إيه؟ مش هتعمل حاجة لأنك نايم يا جبان. الذنب الثاني إيه يا طالب الرعكوك يا نمرة منك؟ لا لا لا، الطالب عادل، تمرين 9 استعد، تمرين 9 5، والله لا كسر لحمك، 50 مرة وإلا فصل أسبوع، العب يا ولد. أنا ممكن أسأل سؤال حضرتك الصول؟ اسأل يا طالب، أنا أحب الأسئلة أوي، أنا ديمقراطي وأحب الأسئلة أوي. طب ده ديمقراطي، يعني هو الجيش ما فيهوش غير البندقية دي 3 سنين وإحنا بناخد فيها، على النعمة أقدر أفكها وأركبها وأنا مغمض. يعني إيه يا طالب يا نمر يا عديم الإحساس والإشتراكية يا خاين المسؤولية يا جبان؟ يعني فضها سيرة سيب الوقت في حاله. يا عم فانتوا مال الدنيا، وأنتوا 3 سنين صفا وانتباه، والبندقية 3 4 6 5 25. غلط غلط يا طالب، اسمها 7 62 في 54. تغلط في اسمك وما تغلطش في اسم البندقية يا جبان. ثم مين هتغلط؟ انضباط انضباط يا طالب يا معكوك يا نمرة يا منحط منك. له 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 بلا انضباط بلا بطيخ. لم البتاع بتاعتها تجي احسن تضيع. الم البندقية هي حصلت يا ولا؟ ثم انت اللي دخلك واي حد يعدي فين؟ فين هدومك يا ولا؟ طب والله العظيم لو ما هو اللي صرفها معاك. مين اللي ضربت يا ولا؟ طب نص ساعة. انت بتعمل ايه مع العيال دول؟ دول مش عيال، دول اجل مني ومنك، يعني شويه ضباط استبروا في النفسه دي كلها، بقينا ياخدولهم 7 سنين و5 سنين، ده يبقى احسن تخيل. يا عم سيبك من شغل التلاته ده، فكر في مستقبلك. انا خسرت كل حاجه عشان افضل اتعلم في العمر. طردوني من الخارجيه عشان ليمود وبجادل زي الكلام ده. لكن الاساتذه تمام يا فندم، دي سياسه الدوله. طب اذا كانت السياسه غلط وهتودينا في داهيه. العالم كله السنه دي خايف من الطلبه. اما انا بقى زي ما انت قلت مدرس تايب وفاشل وبحاول ارجع احترام الناس. ايه الاخبار؟ فين مها؟ مها فين؟ انا كنت سايباها فين؟ ايوه ايوه. مش عارفه بقى. ارجوك يا اشي مش وقت هزار. ماشي يا سبع البرومه، طالح بس تبهدل في بنات الناس. هي نايمه دلوقتي.
كله تمام. انا كلمت مامتها وهنروح نوصلها النهارده بالليل. متشكره قوي يا قشش، واسف انا مش عارف كنت من غيرك هعمل ايه. ما تقولش كده، انت زي ابني. ابني ده ايه؟ زي اخويا الصغير. بس انا عايزه منك وعد. اتفضلي. اوعدني انك عمرك ما هتسيب مها. مها بنت طيبه بتحبك قوي. طول ما هي في البنج ما بتقولش غير اسمك. ما هي اول واخر حب في حياتي، وانا وعدت العذراء لو نجتنا من اللي احنا فيه دوت هنتجوز، ودي هنجتنا. ما أنا قلت لك إني ماليش دعوة، كنت بخلص واحد صاحبي. مين؟ طبعًا مش هتتكلم. أنت إيه اللي لمك على العيال دول؟ اللي كانوا معايا في الزنزانة مش عيال أبدًا. شوف، كله إلا السياسة. المرة دي عدت، إنما أنا نفسي ما أقدرش أطلعك تاني. وبعدين الولية دي اللي أنت ماشي معاها، لو مش عايز تأذيها سيبها. انت عارف انا اقدر اعمل فيها ايه؟ انا ما بخافش. طول عمرك بتعرف نسوان، انا سايبك بمزاجي، انما دي لا. وقف العربيه. انا مطول بالي عليك، انما كل حاجه ليها حدود. اتفضل. لو عايز تنزل اتفضل. أهلا دكتور. لا العملية كانت نظيفة قوي، متشكرة جدا، أنا شاكرة أفضلك. لا دي بنت غلبانة، لا مش زبونة. طبعا هاجي أتشكر لك بنفسي، كمان نص ساعة. إيه بس لازمة الكلام ده دلوقتي؟ لا بطلت يا دكتور، اعتزلت. أوكي، نص ساعة وأكون في النادي. ما تيجي نهج من هنا يا إشش. ايه المناسبة يعني؟ ما الدنيا كلها مش طايقانا نسيبها لهم. أنا طول عمري بحلم أعيش في أمريكا، بلاد واسعة نتوه فيها. احنا مش ناقصين توهان أكتر من اللي احنا فيه. اسمع بقى، بلاش الأفكار دي دلوقتي عشان بتفكرني بذكريات مش حلوة. هو كان اسمه إيه؟ هو مين؟ حبيبك الأولاني. اتجوزته؟ لا، بس النهاردة مش طبيعي. انت رايحة فين؟ ساعة واحدة وراجعان. ساعة واحدة بس يا حبيبي، مش هتأخر عليك. معيش يا احمد فرج. في ايه؟ حضرتك؟ ايوه. اتفضلي معانا بهدوء. انتوا مين؟ احنا بحث العمل. استنى لما الباب يتفتح. مش هتفتح، ولو اتفتح محدش جوه هينفعك.
تنفعي بطلة سينما، تكسري الدنيا. تحبي نعمل عرض خاص نفرج حبايبك، ولا نطبع كام نسخة نعرضها في سينمات مصر الجديدة؟ ها؟ انت ابو ادهم عندك التاريخ ده كله، خليكي في حالك، مالكيش دعوة بأولاد الناس. تعمل فيا ده كله عشان اسيب ابنك؟ دلوقتي بس اللي اخدت بالك منه ما طول عمره بيتحدف من مو مثل التانية، بس عمره ما فكر يتجوز واحدة منهم. شوفي انا لحد دلوقتي لطيفة قوي معك، ايه رأيك نعمل اتفاق؟ بلاش نرجع الافلام دي للمخابرات، نحرقها خالص وترجع صفحتك بيضة وننسى اللي فات، ونديكي قرشين وتسيب البلد وتبتدي حياتك من جديد في أي حتة تعجبك على نظافة، إيه رأيك؟ هما برضو قالوا لي كده. لا لا، إحنا غير كده خالص. أنت كده بتحب أدهم؟ عمري ما فكرت في كده، أنا بحميه وخلاص. مني؟ بتحميه مني أنا؟ أنا شفته في يوم واحد 3 مرات، لا كنت أعرف هو اسمه إيه ولا ابن مين ولا طمعانة في حاجة، كأن ربنا بعتهولي. عرف إني غلبانة ونفسي أحب من جوايا زي بقية الخلق. هو أصغر مني بس حنين وطيب وابن حلال كتير عليا يا باشا. أنا مش هسيبك تحكيلي قصة حياتك، مهما هتدور على واحدة تحب ابنك مش هتلاقي زيي. فوري ده ابني، وإنتي؟ أنا إيه؟ أنا بني آدمة، والله العظيم 3 بني آدمة. كان ممكن أعمل إيه؟ قولي، كان ممكن أقول لأ؟ كانوا عايزين لحمي أخدوه بالعافية، لكن اللي جوايا لأ. روحي لسه نظيفة زي ما هي، سيبني أديها لابنك يا باشا. أنت بتحبه وأنا هساعده. بالطريقة دي مش هنقدر نتفاهم خالص. دورنا في كل حتة، ايش لو جرى لها حاجه يا جماعه تبقى مسؤوليتنا كلنا، دي ملهاش غيرنا. هو احنا مصرين؟ ادينا سايبين المذاكره وقاعدين بندور عليها. ادهم ادهم ادهم، روح حضر شويه تلج. الشر بالشر. تسرق ابوك يا ادهم؟ انت اللي قطعت اخر خيط بينا. انا عملت كده عشان مصلحتك. وانت جايب الفلوس دي منين؟ هتتوزع على الغلابه اللي مسروقه منها. ده رايك فيا؟ انت عارف انا عايز ايه. انا زيك بكرر حياتك وغلطك، سيبني مالكش دعوه بيا. انا ما جيش بالتهديد وانت عارف. خلاص بلغ، وانا هدي الفلوس والورق اللي معايا للجماعه بتوع من اين لك هذا. وانت عدوينك كتير، هيفرحوا قوي بالشنطة اللي معايا. بابا بابا، هاتلي كوباية مية من فضلك. اقعد يا واحدة من فضلك. أمك أنا ما طلقتهاش أبدا، كان إجراء صوري عشان أحميها وأحميكم. أنا ما حبيتش قدها، عمري ما حبيت قدها. وسلوى وأنت
الفلوس اللي في الخزنة دي أنا عارف إنك بتاخد منها. دي فلوسي أنا يا أدهم، ورث أبويا، بعدته عن مراتي وولادها. طب ليه ما بتفهمنيش؟ ليه ما بتكلمنيش؟ كان ممكن حياتي تتغير. يمكن كانت طريقتي غلط، إنما أنا كده ما أقدرش أغير نفسي. فلوسك وأوراقك رجع. أنا آسف يا بابا. سهل ولا ايه؟ ده بالعلي فاكر الموضوع سهل. كان اسمه نزار، طالب أردني ساكن في الحارة، الوحيد اللي اتجرأ وطلب يتجوزني. كنت ساعتها بكسب كتير من ورا بطلت كل حاجة ورديت بالقرشين اللي كان بيبعتهم لأخوه.
اتجوزنا في شقة العصبية بعد ما مشى صاحبي. كان دمه خفيف وطير بيا طير، وأول ما عرف حكاية الحمل اتغير، ابتدى يسرح كتير ويكلمني عن السفر. قلت له لا ما اقدرش اسيبه، قال لي ناخدها معانا. عرفت ساعتها انه فلسطيني وانه لازم يسافر يحارب اليهود. امي ما رضيتش وانا خفت، ولما جاني الوجع دخل عليا هو ودكتور صاحبي. ما حسيتش بحاجه بعد كده الا وانا متمدده على السرير عندي نزيف وابني ولا بنتي مش جنبي. دورت عليه في كل حته وعرفت من اصحابه انه استشهد. كان نفسي تبقى بنت، لو كانت عايشه دلوقتي كانت هتبقى عروسه. حضرتك عرفت مكاننا ازاي؟ هفضل طول عمري عبيد. امال المباحث تبقى مباحث ازاي؟ اتفضل. مبروك. الله يبارك فيك. أنا شفت أدهم خارج قلت أجي أتكلم معاك في البيت. أنا طول النهار بقول مالي. ليه كده؟ أنت فاكراني مين؟ أنا مهما كان راجل ريفي وليا تقاليد، كان لازم أحاول أطلع ابني من الورطة اللي هو فيها. يا باشا أنت عملت أكتر من كده في شبابك. أنا حاجة وابني حاجة، مش عايزه في يوم يحس بالعجز قدام أي حد. أدهم جوه عينيا، ما تخافش عليه مني أنا. هتعملوا ايه يوم القرشين اللي خدهم مني يخلصوا؟ هتفتحوا كشك سجاير ولا هترجع؟ انت عارف اني مش ممكن ارجع للي كنت فيه ابدا. انت اتجوزتي طفل عنده 28 سنه عمره ما شال مسؤوليه، ده حتى ما عرفش يعمل لنفسه كوبايه شاي. صدقيني الجوازه دي ملهاش اي مستقبل. فكري كويس. أشوفك في مصر. ليه؟ ليه بتهربي مني يا عايشة؟ أنا مش قوية زي ما أنت فاهم يا أدهم، مقدرش أستحمل صدمة تاني. قصدك إيه؟ قصدي إني بحبك. خلينا حبايب خفاف، نتفسح، نتجنن، نضيع. الدنيا واسعة فيها حاجات حلوة. انت عملت ايه يا ايشش؟ غصب عني خفت منك ومن نفسي. ما اتعودتش اني ابقى مسؤوله عن حد، فجاه لقيتني مسؤوله عن اتنين. ما قدرتش، اعذرني فين ابني عايش؟ يعني انا مش راجل؟ مش مالي عينك؟ انت سيد الرجاله، بس انا اللي جبانه وخفت. ومين اداك الحق انك تقتلي ابني؟ يعني انت متاكد ان ده ابنك؟ اسمع اللي قلتيه ده تاني. اوعى تصدقني اللي
كدابة بنت الكلب. عايزك تبعد عن سكتي. انت ابن الناس روح لهم. لا لا انا بحبك مش هسيبك مش جدعان. احنا ايه اللي مقعدنا في الحته دي؟ قاعدين سخنونا على الفاضي. يا ابني ما ترحم نفسك شويه، احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني خلاص يا ادهم مسافر؟ الطياره الساعه 5 الفجر. انا مش قادر اصدق انك هتسافر وسيبني يا ادهم. المهم اطمنت عليكم، هتنجحوا ها؟ العمليه مش عمليه نجاح. احنا حبيناك قوي. مش متصورين حياتنا من غيرك. ما تفكر فيها يا ادهم. انا عمري ما تخيلت نفسي بره مصر الجديده. كنت لما انزل وسط البلد نص ساعة اتخنق، انما هنا بمشي في شوارعها وانا مغمض، عارف لون كل رصيف فيها. عمري ما لبست ساعة، عارف كل شعاع شمس امتى بيجي مصر الجديدة وامتى يروح. استغرب قوي لو عدى عليا واحد او واحدة ما اعرفهمش. انتوا اتولدتوا في بيوت، انما انا بيتي مصر الجديدة. عايزين الصراحة، أنا كنت فاكر إن موضوع السفر ده موضوع سهل، لكن دلوقتي في حاجة مسمراني في الأرض ولازم أقاوم. طب بس تعالى معانا نروح نسلم على مسيو حمدي وبعدين نطلع معاك على المطار. ترى لسه بدري عليها. ملوش لزوم، هفوت على أبويا وأنا رايح. معلش يا أدهم، آخر ليلة، إحنا برضو لينا حق فيك. مش إحنا بس، كان واجب برضو. يلا بس نطلع على مسيو حمدي أحسن، مواجهة وحشتني أوي. يا جدع عيب، دي أخت مرات أستاذة. يعني أنت شفت عمل حاجة؟ أهي فنجرة بق. يلا يلا. طب بس نروح بالعربية. أنا ليا مزاج ألف في شوارع مصر. أدهم لبس يا عيون يا يظهر مصر الجديدة مش هتفضل كتير زي ما هي. الشبان ده شكله ما بيعجبنيش، البنات شكلهم حلو، مش كده ولا ايه؟ ايوه كده، فكرنا بأيام زمان. تعكسهم ليه يا كباتن؟ مين؟ أدهم لبش. اتكلوا على الله. زمنك خلص يا كابتن. دوامة الحياة فيها قلب تاب ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب ذكريات بقي فينا ليه صرخ ذكريات في الطريق نسينا في الطريق وانتهينا ما عادش فينا شي فريق.
ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من عذاب ذكريات بقيا فينا ليه صراب كومو حكايه 51% وهتبقى طيار. هو انت بتشوف اساسا؟ الله هو شرط. لا انت هتطلع فوق تقول لهم هي فين طياره العدوى؟ هي فين؟ لحد ما يجي له صاروخ في ال او ادهم كمان اللي عايز يسافر. صوره 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 كلنا كده عايزين صوره لفريقنا المألوف انا غير ادهم مبسوطه.